السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين شعلنا بعد تصريحات تاع فينيسيوس، يعني خاصة في العنصرية والحكومة الإسبانية، وين خوف من سحب كأس العالم أو يعني عقوبات أخرى. الحكومة الإسبانية تعرض على تصريحات فينيسيوس بشأن سحب كأس العالم 2030. أنا ماذا بيا يقلعوها له ويعطوا بين البرتغال والمغرب، والمغرب تدي كاع المباريات، أغلبية المباريات بنادم يتفرج غير هنا يا خير. وردت الحكومة الإسبانية على تصريحات جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، يعني والتي هجم فيها وجود عنصرية قبل كأس العالم 2030. صح يقيسوا له مش عام خطرة مع شكون هذاك فريق البرازيليا اللي راه في الحبس او اللي راح لي اسمها التالي اللي كان يلعب، ودي راح لي يا ربي راح لي يلعب في البارسا، هو راه في الحبس هذاك ما تعقلش مين كان في وجع عطاء تاعو. كانوا يقيسوا له البنان، هيا قلب هكا كلاها ودار روتري دار كورنان مركاو تاع الريال، قاسوا عليه حبه بنان. تعقلوش عليها؟ لا لا مش تاع الريال، تاع اتليتيكو مدريد قاسوا عليه حبه بنان. وتستضيف اسبانيا النسخه بعد اقدامها على المونديال برفقة البرتغال والمغرب، ولكن المشكل العنصري التي يواجهه فينيسيوس جعلته يهاجم الجميع في تصريحات تلفزيونية. وطلب فينيسيوس خلال تصريحاته التلفزيونية بسحب تنظيم كأس العالم من إسبانيا، إذ استمرت العنصرية في الملاعب تجاه أصحاب البشرة السوداء. هاي عائلة أخرى، هاي عائلة ذاك كيسموه لامين جمال، خاطر شاي مستلهم. ورد وزير الداخلية على تصريحات فينيسيوس في تصريحات نقلتها الصحيفة يعني ديبورتيفو الكتالونية، وقال الشيء الوحيد الذي على قوله هو أن بلدنا تحترم التنوع. جاميد لافيد حولي. وتبع هذا الجزء من حمزنا النووي في إسبانيا، وبالتالي فإن معركتنا الفعالة والمباشرة ضد كل سلوكيات التميز، وتستمر مهمتنا في مكافحة الجرائم الكراهية، ونعمل على زيادة الوعي بين الجميع بين العنصرية، يعني بشأن العنصرية، لأن نشعر بالقلق خاصة في مجال الرياضة، ولدينا تعليمات جديدة دائما نسير على خطاها. شوف في الألمان خطرة ولاو يعايروا في جوار، حبسوا وخرجوا وخلى الشعب وحده، والله ما على بالي ديك البارتية. خطرة الضربة تاع ايطو فانيك يعايروا فيه جا خارج ايكيب كاملة لحقاتها، بعد عاودوا لكملوا البارتية. اذا انت عنصرية ماشي ساهلة اخويا، ناس غالطة هذه هي. وين عندنا التصريحات، وين اكد البرازيلي، شو نتكلموا على التصريحات تاع فينيسيوس، وين اكد البرازيلي نجم المنتخب البرازيلي فينيسيوس لاعب ريال مدريد على ضرورة سحب تنظيم كأس العالم من اسبانيا المقرر تنظيمها من طرف هذه الأخيرة هي اسبانيا الى جانب المغرب والبرتغال في حال استمرت العنصرية في الملاعب. وقال فينيسيوس في مقابلة مع يعني قناة أمريكية، حتى عام 2030 لدينا هامش كبير للتطور، أمل أن تتطور إسبانيا وتفهم مدى خطورة الإهانة الشخص، بسبب لون البشرة. وتبع إذ لم تتطور الأمور بحلول عام 2030 فكأس العالم أعتقد أن عليهم تغيير مكان، لأنه إذ كان اللاعب لا يشعر بالراحة ولا يشعر بالثقة في اللعب في بلد قد يعاني فيه من العنصرية، الأمر سيكون معقد. واختتم: أؤمن وأريد أن أفعل كل شيء حتى تتغير الأمور، لأن هناك الكثير من الناس في إسبانيا والأغلبية ليسوا عنصريين، لكن هناك مجموعة صغيرة تؤثر على صورة البلاد. أو بالصح يعني
يعني كيما يقول لك حبه طوماطيش تخسر، حبه طوماطيش تخسر. او حبه طوماطيش تاعش تخسر لك اولدي. ودي صعيبه ماشي سهله، والله ما سهله. على بالك هادو التهم، على بالك ينقص شويه الاسبانيا يهلكوا باش خرج. يعني وين هادو التصريحات يهلكوا على بالك؟ والله لا يهلكوا. والله لا يهلكم مولاه على بالك. بصح كاع خرجوا يهضروا على بالك، شتوما كي يجي من النيف. او اليابان ضرب الصين بسبعه، بسبعه. او شو الاهداف كي ملاح هاك شو مالغري الاخرى ربحت برا، كيسموها البحرين ربح برا بصح يبقى الدوزيام خاطش عليها بفرق الاهداف، وين اليابان راه برومي. وشو كي مليحه لهم او الاهداف ملاح. الله غالبا عرفتو كيفاش هو فينيسيونس كيهتم هز على بالك خاطش عليه عندو كيما يقولك عندو متابعة كبيرة خويا، عندو متابعة كبيرة. يهزك سي محمد مالك، والله لا يهزك. قالك انتيا طقت ولا؟ يغبنا والله لا يغبنا، لا يغبنهم على بالك. اودي اول مره صرات هذيك، اول مره صرات. يعني وين كريستيانو ميسي خارج ترشيحات الكرة الذهبية لأول مرة منذ 21 عام، هذه هي وقتهم سبحان الله. طيب وقت الدولة حتى لونترينور تاع اسبانيا ورد عليه تاع اكتوا طلب فينيسيوس، يعني وين تحدث المنتخب الاسباني لويس عن تصريحات البرازيلي فينيسيوس لاعب ريال مدريد وعلق على مرشحين لجائزه الكره الذهبيه باللون يعني بالون دور. وتحدث في اكتوا كيفاش في مؤتمر صحفي حيث يلتقي المنتخب الصحفي، وقال عن تصريحات لم اسمع ذلك لكنهم اخبروني بها. إسبانيا ليست عنصرية، إنها مثل يجب أن تنظر إليها الدول الأخرى، وبالطبع هناك أشياء غير مرغوب فيها. شوف كيفاش كاع راهم يهضروا، كاع يهضروا كاع. هما ينيفوا على بعضهم بعض، هما كاع ينيفوا على بعضهم بعض. أش بس هذا جاية، كاع ينيفوا.
هذه هي مليحة المغرب. ما تنساوش عطونا شي كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني يابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.